نتفرجوا في الوداد وكنتمنى ان المقابله تدوز في اجواء رياضيه وبيان سور لا فيكتوار سي سرا بور الوداد. بيان سور راه الالتراس كيعطيو نكهه للديربي، مي هذا يعني انا في بور لي زولترا في كو دونور راكم عارفين شنو طاري وكنحترموا الراي ديال لي زولترا وصافي. جينا من دمنات تابع الوداد فيما مشات في اي ديبلاسمون، المهم وعلاقتي بالوداد ماشي غير علاقه ديال متفرج عادي، المهم حياتنا كامله مكرسه للوداد، ياك سمحنا في قرايتنا سمحنا في بزاف د الحوايج على قبل الوداد، وان شاء الله دابا غندقو جزرات بواحد 3-0 ان شاء الله، وديك الساعات البطوله اخويا البطوله. جيت مراكش اخويا وكنتمي للوداد، ان شاء الله الفوز اليوم الوداد ان شاء الله. واخا المقاطعة ديال زيد خان انتوما جايين؟ المقاطعة راه من مزيان اخويا المقاطعة، دابا الماتش غادي يدوز مزيان حسن من الوتراس صراحة، غادي تكون فرجة مزيانة كلشي مزيان، وجي موعد ان شاء الله 3 بوان اليوم، والتحكيم حتى هو ان شاء الله نطلبوا الله يكون في المستوى. الزمامرة نتمنى ان شاء الله ربح الوداد ب 3-1 ان شاء الله.